خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو. أيوة. أيوة. مساء الخير. أنا... إزيك؟ تمام. طب ممكن توطي الراديو شوية بعد إذنك عشان نعرف نسمع بعض؟ تمام. أنا مع حضرتك. طيب أتعرف بيكي؟ إف. أفندم؟ إف. مثلا موافق. طب كم سنة؟ 23. 23 سنة. طيب تمام. بنتكلم عن الخوف النهاردة. أنت مرتبطة الأول؟ أنا متجوزة. متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟ هو مفروض كان عن حب. وإيه اللي حصل للحب؟ راح. راح إزاي؟ اتاهر في الدنيا مش عارفة. بس طب ما تحكي لي بقى. احكي لي من الأول. أنا متجوزة بقالي 4 سنين. متجوزته هو عن حب. بعد صراعات مع أهلي بسبب إن أنا أقعد عند والدته. وما زال أنا كنت يعني لحد دلوقتي أنا بصارع مع أهلي. بس فجأة لقيت اللي أنا بضحي عشانه وعملت كل حاجة عشانه وقفت قدام أهلي كل ده راح. ما بقاش يديني اهتمام. ما بقتش أحس بإن هو فعلا هو ده البني آدم اللي أنا حبيته. انت لسه قاعدة مع يعني لسه قاعدة مع مقيمة عند أهله؟ لسه قاعدة عند حماتي. طيب في مشاكل بينك وبين حماتك؟ كتير قوي يا أسامة. في حد من العيلة عايش معاك يعني اخواته البنات والده اخواته من الشباب؟ انا قاعدة مع امه واخته. اخته مطلقة ومعها ولد. انا قبلت بالوضع ده وقبلت بظروفه. بس هو كان قايل لي ان ده وضع مؤقت مش اكتر. بس الوضع المؤقت ده فضل 4 سنين. بعد ما جبت بنت وحصل مشاكل كتير وقال هتغير واداني وعود حاجات كتير قوي حصلت وما نفذهاش. قال مش هقعد على القهوه. هو بص يعني شغل اشتغل فين الفلوس؟ مفيش معيش. ما هو بيصرف على بيت في والدته وفي اخته وفي انت وفي الدنيا لا. كلها. لا يا اسامه، مامته هي اللي بتصرف، اخوات اخته هي اللي بتصرف. يعني هم معهم فلوس امكانياتهم الماديه كويسه؟ لا بص، هم اخته شغاله طبعا مطلقه وشغاله بتصرف على ابنها وبتصرف على امها. انا جوزي يا دوبك يعني بيساهم معاهم في الايجار اللي هو مبلغ بسيط جدا. مش لاقية منه أي تغيير. بقيت حاسة إن أنا كنت يعني بقيت وحيدة. حاسة إن أنا مع يعني بيبقى بس قاعدة لوحدي عايشة مع نفسي. طب حسسني بوجودي، طب اعمل كذا، طب نسوي كذا. وعلاقتك بيهم دي. علاقتك بيهم مش مستقرة بأخته ومامته؟ ما فيش يا أسامة. أنا كل ما بقول لهم يعني بتعامل معهم كويس، بعمل اللي هم عايزينه وبتاع، بس أبسط كلمة بتتقال انت ما بتعمليش حاجه. الناس بيتكلموا مع الناس بطريقه كويسه، بطريقه وحشه عليا بس في وشي بيتكلموا كويس. ببقى نايمه في الاوضه واسمع شتايم، يعني مش شتايم بس كلام وحش في حقك. مش عارفه اعمل حاجه، مش عارفه اتصرف ازاي، لدرجه ان انا بقيت حاسه ان انا مش عارفه اتصرف. بقيت مربوطه لاني عندي بنت. طب اتكلمتي مع حد من اهلك؟ عايزه اطلق كتير قوي يا اسامه. اتكلمت مع اهلي وكتير قوي، اتكلمت مع اهله واخوه، كلمه كتير لدرجه اخر مشكله اتخانق هو واخوه وقال له طلع لها مصروف. كنت شغاله. طلع لها مصروف 15 جنيه يعني حاجه لا تذكر كل يوم. طيب ماشي خلاص انا ملزوم بالفلوس دي. بس مفيش يا اسامه، مفيش. مش عارفه اعمل حاجه. وبقيت عايشه حياة مملة، روتين هو ما بيتغيرش. أروح لأهلي، أهلي ناس يعني ما عندهمش حاجة اسمها طلاق. أنت عندك بنت لازم تربيها. بس أنا مش قادرة يعني بقيت حاسة إن أنا ماليش وجود. يعني أنا أعيش عشان بنتك؟ طب وأنا فين؟ يعني أنا 23 سنة ده من سن كبير ان انا افضل قاعده تستحملي عشان بنتك. استحملتي بس ما فيش. 3 سنين مشاكل، ما فيش حاجه بتتغير. انا لحد وقتنا هذا
مش حاسه ان انا يعني ست زي ما كل الستات دي عايشه. طب احط انت اجيب حاجه معيش، طب اعمل ايه؟ مش عارفه، كنت شغاله وقعدت عشان خاطر بنتي عندها 3 سنين ما تمتهمش كمان. طيب بس بنتك ممكن تقعد في البيت دلوقتي مع حماتك وتاخد بالها منها عقبال ما ترجعي انت من شغلك. حماتي قعدت بنتي معاها شهر ما استحملتش يا اسامه، ما استحملتش ان هي تقعد معاها، بس هي تستحمل ان ابن بنتها تقعد يعني يقعد معاها وتراعيه. ابن بنتها عنده 6 سنين يقعد معاها وعادي ما عندوش مشكله، بس انا بنتي ما استحملتش، انا تعبانه انا زهقت انا قرفت. هي قالت تقول كده. طب اودي بنتي فين؟ انا امي في حته وانا في حته تانية. طب اوديها ازاي واجيبها كل يوم؟ انت مشكلتك دلوقتي ان جوزك حتى ما بيديكيش مصروف. ما بيدينيش مصروف، ما بيدينيش اهتمام، ما بحسش بوجوده. عارف لما تكون مثلا بني ادم عايش معاك في بيت واحد مش حاسس بجد ان بني ادم. طيب العلاقه الحميميه بينكم كزوج وزوجه موجوده ولا مش موجوده؟ بص يا اسامه، ممكن تقول كده ساعه الطلب اديها محطوطه، وساعه لما هطلبها هلاقيها. مش هتقول لي حاجه، ما هو ده حقي، بس انا ماليش حقوق. لا ما هو انتي معلش يا بنت الناس، ما هو برضه البني ادم صاحب العقل يميز. انتي النهارده ليكي حقوق، فبرضه العلاقه دي ما نعملهاش غير لما نكون برضه راضيين ومستريحين وشايفين حقوقنا، مش كده ولا ايه؟ احكي لك في موقف كده كان حاصل. كنت انا وهو متخانقين سوا، وطبعا لما جيت بكلمه وكده صلحني، بس صلحني عشان خاطر العلاقة الحميمية. يعني عرفتي دلوقتي ان هو لما يكون عايز منك حاجة العلاقة الحميمية دي هيصالحك ويعاملك كويس ويبقى كويس معاكي. خلاص طب يبقى انت عندك، سوري انا اسف جدا اقول لك، ان انت عندك سلاح تقدري تستخدميه علشان تقدري تعيشي مستريحة. انا جيت يا اسامة من قيمة سنتين عملت الموضوع ده، ان انا يعني ابعد عنه واقول له لا انا تعبانة. بس ساعتها انا جوايا انبت نفسي، لاني اقول ده حقه يعني، ربنا كده هيحاسبني وقطعت، لاني خايفه ان ربنا. انا ما بقولكيش انك هتحرمي من حقه، انا ما بقولش انك هتحرمي الراجل من حقه، ولكن الست الذكيه هي اللي تعرف تتعامل بذكاء وبشطاره وبحكمه، بحيث انها برضو تدي للراجل حقه وهي تاخد حقها في الحياه، هي كمان تعيش سعيده. يبقى تبقى عارفه ان يعني مش هقول لك من اين تؤكل الكتف، لا، تبقى عارفه ان الموضوع ده كارت لطيف بنلعب بيه برضه في وقت معين علشان نقدر نحصل على اللي احنا عايزينه والحياه تبقى شكلها لذيذ وتبقى شكلها لطيف. فعشان كده بقول لك انت ما فيش قدامك حلول تاني دلوقتي، اهلك قافلين في وشك الباب وقالوا لك لا، هو مسقع دماغه، يبقى لازم الست اللي بتدلل وبتدلع تقدر توصل مع جوزها لحلول كتير جدا. ده الفرق. وممكن تقعدي دايما كده زي ما انت مغلوب على امرك وخايفه ومرعوبه ومش فاهمه ومش عارفه وبتاع، وهتعيشي في النهايه مظلومه. طيب عندنا كارت صغير نقرب بيه المسافات، نحاول نقدر نتدلع بيه، ناخد مصروفنا، ناخد شويه اهتمام، ياخدنا يخرجنا، يعني مليون حاجه وحاجه. فالحدوته محتاجه منك انت بس شويه صبر وحكمه.